معانا خبر أيضا حابين نعرف تفاصيل عنه أكتر، هو أن وزارة المالية تطبق الفاتورة الضريبية الإلكترونية إجباري. فقد قال دكتور محمد معيط وزير المالية أنه من المقرر تطبيق هذه المنظومة مع بداية شهر نوفمبر القادم. خلونا نعرف تفاصيل أكتر مشاهدينا. معانا على الهاتف الأستاذ رجب محروس المتحدث الرسمي باسم مصلحة الضرائب العامة بوزارة المالية. صباح الخير أستاذ رجب. صباح النور يا فندم، وصباح النور على الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك، كل سنه وحضرتك طيب. اهلا بيك يا فندم، كل سنه وحضرتك طيب. يعني حابين برضو نعرف ايه هو الخبر ده، يعني ناخد فكره عن منظومه الفاتوره الضريبيه الالكترونيه يعني وايه اهميتها، بس حابين نعرف طبعا تفاصيل عشان الناس بس تفهمها اكتر. يعني طبعا انت حضرتك عارف ان مصر بتتحول من النظام الورقي الى النظام الرقمي او الرقمنه. التحول الرقمي اي التعاملات او جميع الإجراءات داخل الدولة ومنها مصلحة الضرائب هتكون جميعها إجراءات مميكنة. ومن هذه الإجراءات المميكنة هي الفاتورة الضريبية، أي أن كل شركة تقوم بإصدار فاتورة يتم إصدار هذه الفاتورة إلكترونيا. طب قالت إزاي؟ معالي وزير المالية أصدر قرار 386 لسنة 2020 بإلزام بعض الشركات كمرحلة تجريبية اعتبارا من 15/11/2020 على عدد 134 شركة من الشركات التي رقم أعمالها يتعدى المليارات بإصدار الفاتورة الإلكترونية. إصدار الفاتورة الإلكترونية هم نظامين، نظام من البي تو بي أي من شركة إلى شركة، وهو الذي سيتم تطبيقه اعتبارا من 15/11/2020. اما بالنظام الاخر اللي هي الفاتوره من بي تو سي اي الفاتوره صادره من الشركه الى المستهلك النهائي، دي لسه مرحله تاليه سيتم تطبيقها فيما بعد. الفاتوره النهارده الشركه يعني الجزء الاولاني ده خاص بالشركات وكده، بالشركات اللي هو بي تو بي اللي هو الفاتوره من شركه الى شركه. تمام، هنقول ان الشركه الالف هي الشركه البائعه والشركه المشتريه هي ب. تمام، هتقوم شركه الف باصدار الفاتوره الى الشركه ب، وهناك شركه وسيطه بتتبع مصلحه الضرائب اداريا بتقوم بتلقي هذه الفاتوره من خلال الوسيط اللي هي في النص، وتقوم بارسالها على قاعده بيانات مصلحه الضرائب. بالتالي اي معامله تصدر من شركة إلى شركة ستكون أمام مصلحة الضرائب مباشرة من خلال قاعدة البيانات. يعني مش لازم ينتظروا بقى موضوع الإقرار وكده كل سنة، مش لازم. أو المرحلة القادمة أو مصلحة الضرائب من خلال تطويرها وإعادة هيكلة تنظيمها من خلال التحول الورقي إلى الرقمي، إن شاء الله هيكون تقديم الإقرار الضريبي من خلال إقرار بتقوم مصلحة الضرائب بإرساله الى الممول للتصديق عليه بما جاء به، لان معاملاته هتكون ظاهره من خلال الشمول المالي ومن خلال الفاتوره الالكترونيه ومن خلال التحول الرقمي لجميع اجهزه الدوله. طبعا، اي ان جميع تعاملات الممول ستكون امام مصلحه الضرائب سواء كانت مدفوعات او مشتريات. وبالنسبه ده ايضا يطبق على الافراد يا استاذ رجب؟ ما يطبق على الافراد اللي هم لو برضه دي اللي هو بيبيع من شركه لشركه، يعني لو شخص طبيعي. لا، لو مهن حره او الـ الحاجات المتعاملات الضريبيه. المهن الحره هنا ما فيش فاتوره بتصدر الى شركه، ولكنها فاتوره بتصدر الى مريض او مستهلك كشركه. دي جزء ده زي ما قلت لسعادتك ان هو تبقى النظام اللي هو من بي تو سي، دي مرحلة تالية لاحقاً بعد نجاح التجربة الأولى، حيث أنه تم تطبيق الفاتورة الإلكترونية حالياً في مركز كبار الممولين، وقد ثبت نجاحها بالفعل. وستكون إلزامية لعدد 134 شركة اعتباراً من 15/11/2020. تمام، يعني فعلا يعني انا بشكر حضرتك طبعا على هذا التوضيح علشان المشاهدين يكونوا عارفين، وهي هيبقى لاحقا طبعا زي ما حضرتك اوضحت لي الافراد. وطبعا احنا يعني شاكرين الجهود اللي حضراتكم بتقوموا بيها، وطبعا احنا في الاول وفي الاخر بنقول ان ده يعني لمصلحه المواطن والبلد، ولازم كلنا نتكاتف مع بعض يا رب ان شاء الله. اكيد طبعا، هي بلدنا ونحن لازم بنحافظ عليها ولازم نتحول
طبقا للدول المجاوره ونكون طبعا احدث. واحنا بنعمل تحديث زي ما حضرتك عارف، تحديث محاور، تحديث تشريعات ضريبيه، تحديث بنيه تحتيه، تحديث للموارد البشريه او الهيكل الاداري داخل مصلحه الضرائب. مظبوط كلام حضرتك فعلا، ونتمنى طبعا يعني التطوير ده يستمر اكتر واكتر، واحنا فعلا راينا هذا التطوير الفتره اللي فاتت، وان شاء الله يستمر ويبقى كل الخير نراه ان شاء الله في الفتره اللي جايه. بشكرك جدا الاستاذ رجب محروس المتحدث الرسمي باسم مصلحه الضرائب العامه بوزاره الماليه، بشكر حضرتك شكرا جزيلا.